فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر الله تبارك وتعالى فيها بأن العمل لا يقبل يوم القيامة إلا بأمرين وبشرطين. الشرط الأول توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، والشرط الثاني والأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة والعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف كان يعمل، فأنا أتبعه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أول شيء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يوحد الله سبحانه جل جلاله وتقدس أسماءه. فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبعا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.